مشاهدينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم السهران. هنا باش نرافقوكم مع شويه ضحك، شويه موسيقى، شويه نحصلوا فيه زوبر. علاش كي نكون نهضر نصيبك غايس وتبسم؟ ما فهمت. مش ماني نغيس، مش لا كون خمم في الموني تاع غدوه. يلا نعود نرحب بمشاهدينا وضيفنا لنهار اليوم، الاغنيه النيليه راهي حاضره وحاضره بقوه. زاهي شريطره وحاضر معنا، شكرا على قبولك دعوتنا وصحه رمضانك وصحه فطورك. الله يسلمك. صحة وصحة فطورك ثاني، واللي راهم معنا ثاني نقول لهم صحة فطوركم، اللي شاهدوا فينا نقول لهم صحة فطوركم، كل عام وإحنا بخير إن شاء الله وأنتم بخير. يعطيك الصحة. ويعطيكم الصحة على الاستضافة هذه، وصافي بليزير اللي راني معكم اليوم، ربي يدومها إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا. سليم كالعادة راهي حاضرة معنا، مرحبا بك وصحة فطورك. عايشك صحة فطورك يا ميمة يا الحنينة، وتعجبيني كي تبدي بيا. سكرة في العجين اللي نهار كامل يعسوا فينا. صحة فطوركم كل، صحة فطورك زبير. والو ما كاش هضرة. حشمة، صحة معليش، صحة فطور كل المشاهدين. ان شاء الله نعقبوا وقيت مليح. مرحبا بك زاهي، انا ياسر ما شفناكش. مرحبا بك يا بابا. ثاني مرحبا بك، ونحيي ناس على النابه بزاف. سقراس 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 قال لك سقراس هي الزينه ما تكسر الراس. الله يبارك. سمع فيها تكسر الراس. يعطيك الصحة سالي. رمزي صحة فطورك. صحة فطورك بابا، انا مازال ما فطرت سي بور سا، انا مازالني صايم انا على حسب شوفه. سوليداريتي مع البيبليك، جابوا لي ماكله قلت لهم لا 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 ما نسحقش، يعطيكم الصحة ما نسحقش. لا لا انا باتني مينس غير خاف ولا والله غير تحيح، ما بغاولوش الحلاوات. خاف من شرق كاس الماء تاع الغوبيني يا عجبها يا ربي ما حطوهوليش. صحة فطوركم، صحة فطوركم كاع اللي راهم حاضرين معنا هنايا بيبليك ليكيب تكنيك، يعطيكم كاع الصحة. لا لا بصح نعاودو نقولو لصحاب الديكور، يعني لازم تحطوا له يعني كاسات اي شويه زلابيه غير لا بلو زوات كاجو. لا صاحبي انا بصح ما معناش قسما بالله غير صاحبي صاحبي ورابح ورابح رابح قال لك جماعه ما كاش اللي يدور هنا، قسما بالله رابح قال لك واحد يدور هنا قسمه ما تفرحش زيد دخل بلوز. والله ديجا واحد يلا رشيد مرحبا بك. يسلمك اختي، وصحة فطوركم وصحة فطور كاع الشعب الجزائري، وتحيه خالصه لولاد نايل في خاطر خويا. يعطيك الصحة. مرحبا بك. الله يبارك فيك، مرحبا بيا عندكم ان شاء الله، مرحبا بيا عند البيبليك، عندك عند خويا غينتيلا. مرحبا بيا معاك، صافي بليزير راني معاك اول مره نكون معاك. صافي بليزير لي جامي تلاقيت معاك اول مره نتلاقى معاك. بارك الله فيك جيستومو باش نهضروا. جيستومو انت طيب؟ انا نطيب. ها نطيب اونفان. انا قبل الغناء تاعي كان عندي ديبلوم تاع يس يس. شوف شوف ديبلوم، اسمع ديبلوم تاع واش؟ تاع ريستورون تاع ديبلوم تاع ماكله تاع مالا. اليوم راحت عليك وخلات عليك، لانه اليوم تمد لنا المقادير تاع لو بلا اللي درتو وهو يصحح لك. واش طيبت؟ ماذا بيا؟ يلا خطاني يلا في ايام نقول له ماشا طيبت وانا ماشي طيب. انا راني عايش انا نهار خالص طيب ما تقاطعينيش من فضلك. انا احسب مليح ليا مات واش تكفي يا مسخوطه. زبير اعطينا لو بوان كولينير تاع اليوم. اليوم انايا بون ديك انا خدمت الاولى حطي طيبت شوربه فيرميسان. ايوا كاينة غير في شوربه فيرميسان. ها قارعي نعطيه بالحاجه ما نخلعش. خاش غادي بعد يسمع الوصفات غادي يكره يندم لي قال عندي ديبلوم. يلا اعطينا لو بلا خاص شوربه مفروغ منه، اعطينا لو بلا تاع اليوم. درت كفته بلاصوص حمراء توجور نفس. ها هادي هادي كفته شكي باغي يطلع فهمتي شنو يديروا؟ عندك سبونسور تاع كفته انت واقيلا. زبير لحم غالي وتدخل علينا غير كفته. شنو داشي اختي شنو ندير بالكوتليت؟ خلاص راه كمل رمضان راه حاجه لهنا. عطينا المقادير يلا ندخلوا في الموضوع. قلت لهم درت الطاوه حطيت هذه الكفته بلاصوص، قلت لاصوص الاولى درت فيها الطوماطيس مقطعه رحيتها
ريحتها يعني طماطيش حب حب صباره. قلعت لها الجلفه قلعت لها الجلفه قطعتها درتها في الروبو طحنت ومن بعد وجدت الثوم ريحتها هكا صغير درتها في المقله الزيت درت زوج مغارف يعني الطماط كي تنقيها ولا ما تنقيهاش خير وشكون اللي خير؟ انا كشغل هي نورمالمون يفوروها باش يقلعوا لها وتجي شابه بصح انايا تسمى باش ناكتيفي انا ما نعرفش تسمى غسلتها قلعت الجلفه وطحنتها صح انا لا بريبار بزاف ما ينقوهاش يقطعوها يقتلوها ويقطعوها تكيف ناقص واحد ناقص واحد هاي كمل انا قلعت خلاص ناقص واحد وقال لك ماشي غلطه نورمال نجم لا ناقص واحد هو اللي يقلع ينقيها عارف علاش؟ هو ديجا حطها مع صبابيط نورمال ينقيها صحيح ها الجواب هذه هي لا استاذ انا ماشي طيب طيب بصح نسيين طيب على روحي تقريبا التقليد ديال شلا يدير حاجه خفيفه حاجه على حسابي روبير غدوه تقدر تبدل لنا لو بلا باسكو راه كثرت غدوه كاين ديال الزيتون ولي صالي ما تعرفش دير الماكله التقليديه كما زفيتي شخشوخه لا يا حتى روح تبعيد شيخ يلا يلا نروحوا للفنان ديالنا اجواء رمضان هل منه وعلي يتسوق ولا تدخل المطبخ تعاون العائله كي يكونوا يطيبوا ولا كيفاش هي ايامك في شهر رمضان؟ كنت في البلاد كنت في مسيله عند اختي نحيوهم نحيي بنت خويا اللي طيب لنا ودير لنا شربه نقول لها يعطيك الصحه ولا فامي ونسيبي واختي وليد اختي والدراري ولا فامي وديت بنتي معايا سلطانه ولا دارت لانيفرسال تاعها البارح قفلت 9 سنين نورمالمون نجيبها معاكم اليوم الفيبليك بصح معليش خاطر الجايه نجيبوها ان شاء الله ان شاء الله قفلت 9 سنين نقول لها ربي يطول في عمرك ان شاء الله بنتي بنتك سلطانه في كل ما دير برنامج تكون في الكواليس بصح دير لومبيونس نورمالمون نجيبها انا قالت لي ديني ما الله غالب معليش فرصه اخرى وبني اكرم ثاني نحييه والزوجه الكريمه وخياتها وكاع لا فامي قلت لك ثلاث ايام ما خرجتش من الدار نضل في الدار نخرج نروح نصلي ولا حاجه ونولي نفطر وناكل ونرقد ماشي هذاك اللي يكون يتسوق ويتشهد صح انا نقول لك انواع الخبز نقول لك نو دي فوا كي تبعثني المدام والله واش نشري قال جبنا شويه خبز شويه خضره شويه فاكهه شويه هكذا ونعاود نولي للدار يعني نيسيسير ما باسكو علاه بزاف تشوفي عباد برا ولا تشوفي كاين اللي تقلقوا كيما اليوم جيت من المسيله كنت في تافوره تشوفي في الدبزه وهكذا والله صافي عيب رانا في رمضان والواحد مازال يتقلقوا مازال شفتي يعني زوج متحاكمين والناس دايرين بهم ونقول لهم نو رانا في رمضان انسان ما كانش كي يخرج من الدار يدير روحه باللي راه صايم صح راه صايم ويساعف الانسان شتا في الفطار والله لازم الانسان يساعف باسكو ملي تنوض وانت هذه وخاصتني قهوه وخاصني قارو ما كانش منها رمضان شهر كما يقول لك ويفوت صح. ان شاء الله نجوزوه بصحه والهنا ان شاء الله صح هو اجواء رمضان في المسيله حنا نحبوا هكذا نتكلموا على كل الولايات نقول لك والله يا نقول لك كل درك تروحي للشرق كل مدينه والشارم تاعها كيفاش صح ايه والسهره تاعها والتقاليد تاعها يعني تروحي للبرج تلقاي سهرات تلقاي مثلا الناس كاش عايشه هكذا تروحي للصيف كيف كيف تروحي للمسيله كل واحد وكيف درك مع الصالات الناس اللي تيب الصالات ابري الصالات يخرجوا يقصروا شويه يروحوا القهاوي يحكي واش راه يصرف الامورات هذه على رمضان منه ويعاود يولي للدار يتسحر ويرقد كاين اللي مش خدام يضر راقد ولا قاعد في الدار باش ما يخرجش يجيني الناس اللي خدامين والله واللي خدام ماذا به يتسحر ويرقد ينوض الصباح يروح يخدم ويجوز النهار تاعو بيه هذا هو رمضان نعم هذه هي اجواء رمضان حنا نتكلموا على كل الولايات والمناطق حتى نتعلموا كل عاداتنا وتقاليدنا والاجواء كيفاش تكون حتى الاطباق التقليديه نحبوا نتكلموا عليها لانه كما نقولوا زياده فينا حتى ما الطبق تاعي كيما الطبق ديال كيما البارح درنا شربه وداروا لنا شرينا الدوباره بصح ما طيبناش في الدار شريناها من برا نحيي الناس هذوك اللي راهم يبيعوا في الدوباره ما على باليش لا من بسكره ولا من سطيف والله يعني دايرين دوباره ما شاء الله يدير لك لاصوص وحده في ساشي ويدير لك الفول هذاك وحده والحميصه وحدها وانت في الدار تخلط ايه كيما خويا الزبير هكذا عايش هكذا يخدم كليتها الدوباره في بسكره لا جامي ما كليتهاش يعني طبق شباب الله يبارك والله راهو منشور في الجزائر صح ايه. صح واعر في رمضان خويا لا مليح ما يكونش حار كاين اللي يحب الحار كاين اللي ما يحبش الحار صح مليح هو ما يكونش حار برك باسكو انا خطره كنت في بسكره جوز رمضان كنت نسجل راني شافي في رمضان هذاك مول الاستديو عرضني في السحور جاب لي دوباره كانت حاره يا سلام كي كليتها مدام ورقدت كي فطمت هكذا مع جوي ثمانيه نلقى الفار خارج لي منها ملك الموت تلقى مع رمضان باسكو علاه هي حاره نورمالمون الواحد كيجي يرقد والله ما ياكلش الحار ومن بعد وليت نط خرجت رحت درت شويه هبطت هذيك الماكله هذيك شويه عاود وليت قلت له للغدوه قلت له ما تزيد تجيب له الدوباره انا هذيك واعره هذه راهي يعني
تنشكو بك زوج ملعقه زيت. كاين بزاف سامحيني، كاين بزاف اطباق اللي نطيبوهم عامه في الايام السايره مش في رمضان، والناس تسخف عليهم في رمضان. صح، كما احنا عندنا في الشرق خاصه في سوق هراس الملوخيه. الملوخيه بزاف الناس ما يحبوهاش ويعافوها، يقول كيما الحنة احنا عندنا في سوق هراس لازم لازم يديروها وتعطش، هي فيها لي فيتامين بزاف وتعطش وهكذاك وياكلوها. الناس يتوحشوهم من الدوبار اخويا مع الحرور تاعها. انا في هذه عندي شوربه، الشوربه اللي كنديرها نهار قبل رمضان ما ناكلهاش في رمضان، لو كان ما تتحطش ما نقدرش، شغل نحش باللي رمضان الشوربه لازم تكون حاضره في رمضان. لازم تكون حاضره الشوربه هذيك، لازم بليجي. كانه رانا صايمين، رانا نهضروا على الاطباق التقليديه. لافوت تاعك، لافوت تاعك، والطبق تاعي يدخل دوب نهضر حطه في الجينيس. روح سجلوا على زوج ملعقات زيت في، ومازال يا ربي يا ربي وتخرجوا غالطين، خاش غادي نروح للدار ونجبد الفيديو ونجيبه لك ونقول لك راكي غالطه زيت بزاف. انا تبان لي واني نقول لك راكي غالطه ويا ربي راكي غالطه. ربعي في هذا اللي نبت له الحب في وجهه نورمال. والله راكي غالطه وانت راكي غالطه، باني بلي ما يطيبوش مش شايفك يا يلا نعاودوا نقولوا للاغنيه النيليه، الاغنيه النيليه اللي نفتخروا بها احنا كجزائريين اليوم. كيفاش راهي الاغنيه النيليه في اليوم؟ عندنا عدة طبوع راهي يعني توندونس في الجزائر، الأغنية النايلية وين راهي مكانتها اليوم؟ كيفاش تقدروا هذا العبء عليكم كفنانين تاع الأغنية النايلية باش تحافظوا على هذا التراث؟ نقول لك الأغنية النايلية راهي يعني في المستوى علاه، من ناحية الكلمة واللحن والريتم، الريتم يشطح وتكون الكلمة مليحة ويكون اللحن ثاني شباب ويكون المؤدي مليح، هذه هي الأغنية تنجح الأغنية. باسكو علاه الاغنيه النيليه؟ والله الشاويه مطلوبه بزاف العراس منا في الشرق، والله هنا في العاصمه، والله انا يعني كفنان نشهد يعني كي تروحي تقالي دي جي والله الناس درك كنطلق مثلا اللي جان هذاهم كاينين بالك مصور كاين بوسعاده كاين هكذا كيسمعوا الريتم هذاك وحده ينوض يشطح، فهمتي؟ كي تكون الريتم شباب، رانا نحكيو في الاغنيه النيليه راهي في المستوى. نحيي كاع الفنانين تاع ولاد نايل، انا راني من المنطقه تاع مسيله بصح نحب هذا الطابع باسكو علاه مسيله يعني من الجهه تاع النايلي. ونحيي بن هوره خويا كاتب كلمات يعني راهو في المستوى، يعطيك كلمه شابه الحمد لله. ايه نقول له يعطيك الصحه، دار لي اغنيه تاع وحده على العرس ان شاء الله من بعد نسمعوها نخلوها كما يقول لك مفاجاه للجمهور. نعم. وراهو مجد لي وحده في يعني في بالك دو سيمين تاع رمضان ولا ان شاء الله باش نطلقها ايامات العيد ان شاء الله، باسكو الصيف هذا العام هذا ان شاء الله فيه طويل شويه الصيف، في ربع شهور ولا خمس شهور نديروها ثاني باش نخدموا العراس لهنا. هذا الشيء اللي يبين انه يعني زاهره هو يعني كاين كلمات يكتبوا لك الكلمات والاداء وراك تنتج يعني يعني هذا الشيء مليح، ما نقعدوش غير في لي روبريز ولي روبريز ربما في العراس. لا شوفي انيسه كي تحبي كي تحبي مثلا تغني النايلي كاين سبيسيال في النايلي اللي يلحن لك ويكتب لك كيما عبد القادر بن هوران حيي خويا يعطيك اغنيه نايلي نجح كاع اللي غناو النايلي. صح درك تدخلي لاباج تاع النايلي تلقى غير الاغنيه الجديد والكلمه المليحه والكلمه الحلوه واللي يسمعوها كيما يقول لك كاع في العائله. صح تروحي للشاوي كذلك كاين اللي يكتبوا الكلمات وكاين اللي يعطيك اللحن وكاين الثاني الموزعين تاع الموسيقى يعني ما شاء الله. روحوا البسكره مسعود مسعودي نحيي خويا، نروحوا لباتنا عقبه اللي راهو داير حاله عقبه جماتي، نروحوا لقسنطينه كيف كيف بيبي، نروحوا لسطيف العمري في سطايفي، نجو هنا العاصمه كما يقول لك خلونا غير الشعبي راهو بدا شويه يروح لازم يزيدوا حافظونا عليه. لا لا ان شاء الله ما يروحش الشعبي ونحافظوا على كل طبعنا. صحيتي تروحي للغرب، تروحي للغرب ثاني الراي الله يبارك وشنو نطلب منهم برك يكونوا الكلمات تهذيب في الكلمات يكونوا كما يقول لك يعني الانسان. زاهي شريطي انتم كفنانين كل واحد لازم يحافظ على طبعه كما قلت انت، الشعبي لازم نحافظوا عليه، الأغنية النيلية مختلف الطبوع ولكن زاهي شريطي ماشي غير أغنية نيلية ولكن حتى الأغنية الصيفية. نغني كاع الأغنية الشاوية، أغنية تونسية، عاود قدام أغنية تاع الميمة الغالية، خينا ما عاد نصافيك، ندير شوية شاوي، ندير باسكو علاه كي تكون في عرس ولا في حفلة شغل هو كوكتيل فوالا ندير كوكتيل وندير شوية علاوي لدرياس الله يرحمه العوامة الحوتة هادو ما يخطونيش هادو وين نروح ديما زاد تاع الزاهي كيما يقول لك باسكو ولا تغني الاغاني تاعو كيخلصوا من بعد تولي تجيبي شويه منا شويه منا شويه منا
متبع بزاف فنانين اللي غنوا جديد باش هكذا كما يقول لك نعمر به راسي باش نغني في الحفالي في النايلي ولا في الشاوي ولا في الصيفي. زوبر وشك حب وشك حب تسمع سعيتي حسيتك شو الحس بيا من قال لي فنان ومن جماعه الغرب الراي الحمد لله انا نمثل. يلا واش نروحوا نسمعوا الان زي ها خليني نعطيه اقسم بالله ندير ديو انا وياه ان شاء الله. يلا يلا صباح خلوني نسمعه. اه يا وجهك صحيح يا مجرم استاذ ما فيها والو نسمعك. سمعني وسمع الجمهور ثاني. هذا يعني يبغي لك الفال هذا يبغي لك الخير يبغيك تنجح زي خويا هذا اكبر مجرم في حق الغناء. باهي 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 ندير انا وياه ديو دي دنيا وبعد نولو دي ستار عالمي. هيا واش من الطابع؟ نلقاك في طريقي. زوبر واش من الطابع؟ سطايفي نايلي؟ لا انا نمثل جهتي هو يدير بس نعطيه استخبار. يلا اسمحوا لي ما نحشمش جميل. هيا يلا سمعونا حاجة. ايوا يا واش يقول الفال هاي واش يقول يا واش يقول الفال انا يا المسعودة هدية. تحيو سليم الشاوي. سليم الشاوي خويا وحبيبي زوالي في حل يحيى الزوالة وزعيم فوالا صح. يلا نسمعوا حاجة نسمعوها. هذه غنية على إيمان درتها لواحد صحبيبي هو اللي عطاني شغل الموضوع. قال لي راه عندي وحدة ونبغيها نموت عليها دير لي غنية. قلت له خويا ساهل ندير لك غنية أنا ما كاش مشكل أنا راني حاضر. عيطت الخالي علي البارولي سليماني من مدينة البرج قلت له يا علي راهي تخصني غنية في الموضوع الفلاني. قال لي راني هنا عطاها لي لحنها ووجدها إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله نسجلوها وخلوها البيبليك صح. عطينا حاجة سطايفي سيغ بلاس نعطيها لك هذه جديدة هذه إن شاء الله كما يقول لك تعجب المستمعين. يا ربي بسم الله يقول لك إيمانا واش درتي فيا وإلا بغيتي تروحي ربي سهلا ما يخرجنيش عشق المزية حتى أنا قلبي راه معمر. الله إي أنا الغلطان وأنا البادي مشيت معاك ودرت النية يا سمحتي في سمحتي فيا جاتك عادي نسهلك يا عليك يا الله هاي يا قلب العاصي بغاك انتيا والمكتوب يجمع ويفرق ما فهمتش العيب اللي فيا ياك هذا حب مانيش نسرق. الله زاهي شريطي انا يلاه نتحبس نقولوا للزبير لي من تهديها واللي من كلاويها يا ودي الغنيه تاع السيد تاع ايمان خلاص. لا لا بصح انت لي من كلاويها بصح انا نويتها 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 لصاحبي هذا بصح هو لا لا بصح هو على بالي باللي هذه الغنيه قاستو على بالي الزبير راه حاس بها هو ثاني. اه راك حاس به. انا نهديها بصح ما نقدش نقول لكم لمن. هي الواعر تواجه قلبي. هي الواعر انا علاه قول ولا نقول؟ هو يغني وانا قلبي يضرب. وي قول ولا نقول؟ كل واحدة تقول أو عليا. لا 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 أنا عندي لابروف. استغفر الله يا ربي أنت أختي سالي. أنت أختي سالي. يا سالي يا لا بغيتي تروحي ربي سهلا. يا سالي. ما يخرجنيش عشق المزية. ياك حتى أنا قلبي راه مضرورة. الله الله. ماذا بيا سالي؟ ماذا بيا؟ بس راح نقول لكم حاجة الأغنية ديال إيمان قلت مكتوبة إيمان ناوي كان ناويها الوحدة واسمها إيمان إيمان إيه. وحنا من هذا المنبر وش رايكم؟ نهديوها لإيمان خليف. هيا وي إيمان خليف يلا نهديوها نهديوها لإيمان خليف إن شاء الله تكون معنا في الخلاصة. مساندة صح مساندة مطلقة لإيمان خليف وماشي وصدقيني ماشي هذه هذه مجرد عثرة في الكارير تاعها صدقيني راح راح تطرطق وراح تشارك في بطولات اخرى وترفض الرايه كيما مولفه ترفضها الرايه الجزائريه في كل مكان. ان شاء الله ان شاء الله تستاهل تستاهل. اذا شكرا على هذا الاداء. نتكلموا على كانت لك حفلات هذا السنه تكلمنا على هذا لا تورني اللي
اللي كنت مبرمج فيه؟ هي في قبل راس العام لو 24 ديسمبر كانت مشاركه مع الوانسيين، حيوهم حيو مسوب قندوره على المجهودات هذه اللي رايعهم في الفنانين. يعني كانوا كات تورني للجنوب، منا الجنوب كما يقول لك الجنوب الغربي ولا الجنوب بالشار وتندوفو. رحنا للمنيعه درنا دو سواري، يعني صافي بليزير، انا نحس روحي اول مره غنيت في المنيعه. تشوفي يعني ذاك الجمهور، هذوك لي فام، هذوك لي زون، مع الجمهور. علاش مليح هاد الحفلات؟ لانه راكم مقابلين الجمهور مباشره. بيان سور. شوفي، وزاد استقبلنا مدير دار الثقافه بوضياف، نحييه من هذا المنبر، نقول له يعطيك الصحه، جابوه اول مره، جابوه جديد للمنيعه تما. يعني رحب بنا الوالي، كثر خيره، نحيوهم ونحيو كاع السلطات ونحيو الشعب تاع المنيعه. زدنا رحنا لتقرد، درنا دو سواري ثاني، زاد استقبلنا الوالي، كثر خيره، والشعب ما شاء الله. ومن ثم كان معايا محبوب، كانت معنا باريزه، نحيوهم. كان معنا سليم هليل، نقول له خويا صحه رمضانكم. كان معنا معيزات من الجلفه، يغني ثاني اغاني شابه، نقول له نحييه. ومن ثم دخلت انا، رحت للواد مع محبوب، محمد محبوب، رحت معاه للواد وحكينا على البروجي اللي جايين ان شاء الله. من ثم دخلت لتونس، قعدت 5 ايام، درت زوج حفلات ثم تاع راس السنه، ودخلت الجزائر. الحمد لله. والحمد لله. كيما جيت فوا كي تكون تورني عيط للزبير ان شاء الله. الزبير نسحقوه. انا لقيت لك هو وسالي، هو وسالي ورشيد، والله غنسحقوهم في لي تورني. هاي خايبه. اسمح لنا رجل الصغار، خليك باللي صغير. لا لا بليمين راه مع الاستوديو كاش ما يخلصوش كاش ما حاجه. رقلك اوتوريزاسيون باترنال. واه رقلك اوتوريزاسيون. والله غير يسال هو ثاني، راهو على بالك لازم تسمعوا، ومن بعد كي تسمعوا تعرفوا. نو ماشي نسمعوا، اسمه ما حكمش اسمه برك. رمزي. اول مره تلاقيتنا ويا رمزي. رمزي ثاني ان شاء الله يكون معنا في الكازي ان شاء الله. رمزي باغيس فيه. انا كل احترام احنا لك. راه جبنا قهوه. لازم نعيطوا لبابا يطلقوا قبل. اوتوريزاسيون. بصح الزبير باش يديك توني يعطي له حويجه هكذا. ايه تعطيني. نعطي الحاجه تاعنا. رايه. انا جاي مع عاشق حسني. لا لا معليش حسني، ربي يرحمه على كل حال. انا حبيت غنيه اللي تحبني غنيها لي. وهرا وهرا. يا حاجه دمو ديك لي حاجه كبيره. هذيك صعيبه. انا تعوها. تحب غنيها لي. بسم الله. واحد زوج. يا ربي اسمح لي. يا ربي اليوم غدا وكيكتشفوني. وهرا وهرا رحتي خساره، هجروا منك ناس خساره. وهرا وهرا رحتي خساره، هجروا منك ناس خساره. يا عبدي يا فرحي لولاد الحمري، ولاد مدينة وسيد الهواري. حبيت معاهم صوري ليهم فني طال عمري. يلا يلا ناوي نتأكد باللي صح وجهك صحيح. تغسفقوا له وقبلوا له ما تغسفقوا على ولدي. بيت نبكي داك ما عندي رسلت لي تصويره. الله يرحمه عبد الله. معاوله الشيرات هبني. ايه رسلت لي تصويره، معاوله الشيرات هبني. حرام عليك يا بت تما، جريتيني وشنكتيني. عندها الحق. انا رحتي وخليتيني، انا سليم قابلتني. شكرا للزبير بالحر. يلا زاهي شريتي، قبل ما نروحوا لفاصل نسمعوا الاغنيه سينجل ديالك تحت عنوان واش راح نسمعوا؟ على الام لا ولا لا على الاب؟ نديروا وحده نايلي قبل. نديروا وحده نايلي. يلا ديتو لي دي جوار من هيك كانوا عندي هنا، ديتهم لي لهيك. معليش كانوا شطاحين كانوا. يلا معليش من بعد في الحصه الجايه ندوهم نسحقوهم. يلا تحت تصفيقات الجمعه.
برافو للفنانة، هو حاضر معنا الأغنية النايلية راهي حاضرة بقوة. مشاهدينا نروحوا للفاصل ورانا راجعين مع فقرة قاعدة فاميلي باي سهلة. مشاهدينا مسابقة أريد مازالها متواصلة، مسابقة جميلة ورائعة، مسابقة تحت عنوان قاعدة فاميلي باي سهلة بوكس اللي تقدروا تربحوا فيها العديد من الهدايا. نعود نذكركم سني فانوس وتلفزيون بالإضافة إلى صالون كما نقولوا قاعدة كاملة تقدروا تربحوها بالإجابة على سؤال واحد يطرح من خلال الأسبوع، راح يكون لها فائز واحد. يلا جينجل قاعدة فاميلي باي سهلة بوكس. إذا الفنانة وحضر معنا زاهي شريطي، وقتاش كانت أول حفلة رسمية لك؟ كانت في 2001. 2001 ديميلا. نعم. ديميلا كانت يعني أول حفلة، وكان أول ظهور لي الجمهور الكريم تاع الغنية تاع فرحي جو العناية، ثاني أول ألبوم اللي كان في هذاك العام. يعطيك الصحة، شكرا على هذه الإجابة. مشاهدينا باش تشاركوا في المسابقة ما عليكم إلا تسكانيو لو كيو آر كود اللي يظهر في أسفل الشاشة، يديكم مباشرة لموقع أريدو واللي ركن سهلة بوكس، واللي ما عندوش سهلة بوكس ما عليه غير يروح يشري سهلة بوكس من فضاء أريدو باش يقدر يشارك معنا في المسابقة. نعود نذكر أن هناك فائز واحد من خلال الأسبوع، ولهذا الجواب راح يكون في سهرتنا، السهرة اللي نقدموها لكم كل سهرة على قناة البلاد، فكونوا في الموعد. ورمزي والزبير يرقصوا مليح باش تفهمي حاجه. هذوك ليكيب تاعي برك لا ميطونش والقلب على ما كان، هذوك توعي والله. خير نقول لك حاجه، انا نمشي بالليبروف ياك يا اختي سالي. انا نمشي بالليبروف، سيدنا رمضان ومسامح كريم. خويا وين تعلمت الشطحه النايليه؟ اخاف كون نقول لكم تقولك تكذب. ها يلا انا كنت ندير لا دونس مع جروب اسمه موزايك في وهران. راك تكذب والله العظيم. كنت ندير لا دونس مع جروب اسمه موزايك. استنى استنى، كاين جروب واسمه موزايك في وهران راشد؟ كان كاين كاين هاي معليش. كان البلوك تاعهم شفت ميشيل بارك ودا وين يسكن؟ واه في الكوان الفوق، تما كانت لابارتمون، تما كان ريبيتيسيون شغل سال سال دو دونس فوق البوديكا. هاي تما كنا نريبيتو. نحكي لك في اللي زاني وكاين النوم ياك دب ربي نجيبها لا فيديو دوك نحوس عليها في اليوتيوب. نحكي لك في 2001 هكا في الاندلس. والله انا كان نرقص هكا وبعد كنت شنو ندير والغاشي. والله الرقصه النيليه رقصه جميله جدا بزاف جابه صح، رقصه جميله فولكلور. شوف هكا راح يصرى لك ابري زعما واحد 10 سنين تشوف لي فيديو تاعك دوكا كي راك تغني تقول شكون تندير. يا طيلو حسني زبير بصح على لا لا على هذيك الكلمه طيلو حسني ها راه مقطع. ايا انا هاني استنى استنى قبل ما نجي. انا الحصه تاع انيسه ساره مع انيسه كنت شايفتها باللي حصه كبيره وعندها مشاهد كبير برا، احترميها سيدي راكي تتصدعي فيها هكا. انا كنت تهرسوا في المواهب. لا 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 تشجيع الرداءه صح سالي يقولوا علينا صح. شوف نقول لكم باش نديروا الهدنه بين زبير وسالي، اعطي لها اهدي لها الغنيه اللي قاعد اديها تحسني لسالي ماشي حسني. هاي خلاص من اختيار حسن. شوف حسن تعقلوا عليه سيدي الجوجه. يلا اسمعني مليح. هاي ماشي حسن اسمي. لا لا معليش معليش حسن بلال. هاي راك مريض انت تعاني انا. خليني نكمل لك وحكم التالية لا صرات لي قصة خلصت غارية دايرها بيدي وراي داني بعيد وبقيت وحدي. جي بار لا بيتي اللي في قلب عالم به غير راب
يا ما كنتش نشرب الجاسوس. سيدنا رمضان راني كونفيرمي كلامك يا سيدي راه مقيوس. لا سيدنا رمضان مقيوس سالي راه مقيوس. قول لي خويا زبير نشقاو الهنا ونيساو. ها؟ والله غير علينا. قول لنا اعطينا لادريس برك. ياك تجوز لها لي ميساج بالغنى هذا على بالك باللي ملي بدات لا سيزون تاع رمضان وانت تبعت في لي ميساج غنغني حياتي ليها يا صح با حياتي المهم اعطيني سؤال واحد اخر اعطيني سؤال واحد اخر فرد فجائي واحد كسرتوني لا لا راك مقيوس اي وانا علاه ايه سالي هاو قلب لحمه زحمت نزاحمو فاش نزاحمو في الخطبه خايب خايب حتى في الحب ما عندوش زهر لا يعرف يغني لا في حب لا في طيب زوج مغارب زيد ها زيدي شبيتي نديرلك ادعو لي ربي يفرج عليا لا يميتي سيده بيا راجلي دالها هاك ما تعرف دير والو سالي سامحيه الهدنه وغنى لك غنى لي هذه الغنيه ليا ها هذه الغنيه ليا انت شك بيت لي غني مو سامح كريم وسيدنا رمضان صح استعرف قدام الفيبليك استعرف قدام الفيبليك بلي ما تقدر ليش شوفي امام الله امام الله امام الله نستعرف باللي انا زبير بحر عندها لي بروف عندها لي بروف زبير كمل كمل الجمله كمل الجمله اللي كاين في القلب ماشي في القلب في التليفون علم به يا ربي اختي هارا ولا لي شوط نني عليك هارا على كوبري دي بعد انت تعم صغار روح جيب لنا قهوه روح جيب لنا قهوه زبير ما شفناش زي شريطي واش رايك فيه صوته واداؤه مشروع مغني هكذا يقدر ديو هذا العام عندي لا شارج العام الجاي زاهي رانا في رمضان شوفي كاين المؤدي وكاين المغني وكاين الفنان اه هو درك باش نقول لك فنان هو راه يؤدي يهضر راهو يؤدي او يهضر راهي يهضر معليش درجه بدرجه بزاف عليا ماشي كومبليمون بزاف عليا اداء صديقكم ما تهضرهاش هنايا قدام الغاشي العين لا لا ما فيها والو وكاين كاين الفنان اللي يغني بالاحساس تلقاه يغني صح وكاين اللي تلقاه يؤدي برك يهضر تلقاه يحكي كيما راك تحكي تاني انني ادي الحمد لله صح الحمد لله في بدايه المشوار راك سلكتلها وكاين المطرب كاين المطرب ايه؟ يطرب الناس يطرب كي تعود في جمهور والله هكذا يطرب ما شاء الله ما شاء الله انا نطرب ديفانا عندي لي سواري نتايا تنتايا ان شاء الله بالحق الله يسالي عندها لي سواري وينك تروح على كل حال غير قعد ترونكيل هذه هذه نوع من يعني خاش انا عندي عده طبوع يعني خلاص خلاص يلا نروحوا مشاهدينا لي ريبلاي لهذ السهره يلا يا ريبلاي نضلوا نعرضوا في الكلال ما فهمتيليش قلت لك رحت وخطبت عاود عاود كلامك وشكون خطب لك كي جيتك ما حبيتيش بديت عمي وعمي ايه وليت تخطب وليت راجل وتخطب وعندك عمك وعمتك يصفر لك الوجه لو كان جيت راجل تروح لهذاك عمك وتقول له يا ولد لك طلبني خلى لك بابك وراك خدمتيه كي سيادك ما راكش عند الباب كي يكون سيرجا نهار كامل وانت طلعوا من النار حطوا من القدام كي كيان اماطي من القدام اسمعي ما تخلطيش ترى مع الخدمه هاكي تسمعي بابا بابا اللي مزيود فيه وخلاها هرب وخلاها وانا وانا تحبيني نولي لي انا ما نوليش لي انا واش حبيت تبقى عندي جيت ندير طبق ايه قول لك نسي يتزوج في الزنقة ويدي عمو اللي يعملو عينيه وعمته ويسحج حمال يجي انا ليا نديلو الحمال لا هذه ما قبلهاش كان هذا
هذا ريبلاي في سهرتنا. هاي خزرت فيا. اكيد هاي خزرت فيا. ريبلاي مانيش نشوفك، انا نشوف لا كاميرا. ريبلاي 2023 كاينه ورديه نبدا بسالي. يلا على انا وليد زبير. زبير وحافظ ضدك اكثر من افضل مؤدي شخصيه بهيا راشد. انا نستعرف باللي انت احسن ممثل خلقته للجزائر. اي انا ما شاء اسحق وما شاء راني هنا. تعال زبير انا مانيش حافظه لا سندي. ما انا والله ماني حافظ. روحي لعبي لعبي. المهم نجبد البورتابل. يما نعم. ايه مليح مسيو ولا يروح يخطب وحده. ايه وشكون ديت معاك ان شاء الله؟ ما حبيتيش انت ديت ديت زبير. ايه صحة دركا ولا عندك عمك الله يعطيك العمة مبلق العينين الزبير واللي تديه يخطب املي. يا اخي قلت لك انت روحي تخطبي لي ما حبيتيش. ايه دوك واش راك حايب عندي؟ بون دراهم الشرط ما عنديش باش تروحي طبق ديالنا. لو كان جيت كيما الرجال الله الله، لو كان راك لقيت خدمة مسقمة ماشي نهار كامل وانت في داك الطرولي ريسيفر. تيكيات ارولي اللور اطلعوا منا اروح منا. ودركا جايني بياسر وقت الخطبة والمقابلة ديت عمك وعمتك الله يعطيك العمى انت وياهم ووقت التحمل ديت. اسمع والله ما راني رايحة وما راني حاطة رجلك يصفر لك الوجه. امين. كان هذا ريبلاي 2023 زبير خصيت فيها. خصيت فيها. أما كانوا زوج. صح كنت لعبت ورديه كيفاش؟ ها؟ لو كنت لعبت ورديه. أنا لو ديفي تاعي إني هدرت للجيغوا. تفضل. ما تفضل. ما قدش أنا ما قدش هنا أنا خصني نطلع هنا نكون لعب ورديه. أيا يلا هنا. أيا زبير. والله أنت تجيب لي لاتاي أنا نجيب لك فولار. ديرونا في البوليتيك هنا. انتو كيكمل عندنا ما شاء الله. باينة. نعاودها معاك؟ أنا نعطيك اللعبة. سوليداريتي. ما شاء الله. بيغادي كاغايب. مليح تطرب عليك واش تفتح معاهم. الله يسترنا يا رب. ريح ريح مالا صار هار سمى نهار الدراهم تجي عندي والخطبة تروح عندك العم مفقوس العين. انت اللي قلت لي بالكفارة ما تجي لعندي هذيك المرة. ديت خالتي الجوهر حي عليا شديت أخزام السبعة هاضرة مع هاربة من السنافر وديتها معاك شيت قنع حتى تطوال شوية ليلياتك وقعدوا في الشمس طوالوا راح تخطب لك. معليش معليش دوكا صح طبق و 85 مليون تاع صداق. لا ما سمعتكش. 85 مليون تاع صداق. روح قول ديك كسيرة تعطيك. ها؟ هذيك الأقزام هي تعطيك 35 تعطيك تبيع لك ذهوبات وتعطيهم لك. أنا ريسيفور عبك بلي ما نقدرش نجيب هذيك لاصوم هذيك تعطيها. روح سما انت كاع النهار لا خدمه لا صدمه شاد لي فيديك السيرفر هذيك بيت تيكي بيت ركب بيت تيكي بيت ركب ان شاء الله يا ربي ديك البيت تخرج فيك. يعطيك الصحة زبير ورمزي صحيت زبير. قعد بالفولار ها ليميسيون كاع. سكتي يا مسخو. أنيسة ما تفصل فاتي والله العظيم. هكا هكا عيبك يكون تقول تاع البوسنة والهرسك كون نقلع اللحية نولي نشبه العايشة ما اقسم بالله ما عايشة ربي يحفظها. لا راك تبان هذوك تاع الشيشة شغل ما كيف كيف غير باللحية يا بلا لحية بصح على بالك بلي تتبان روسي الله يبارك. الله يحفظك. روسية روسية حبيبي شفت العين قسما بالله شفت يا مسخوطة. عجبتني اللوك عجبني. ها
هاي نحي ماما مو يعطوني كوفو إكرون شوف روحي كنيبان قاسم بالله ما تخلطوناش على وجه ربي يلا 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 نكملوا البرنامج حتى نتكلموا اكتيفي بغيتو تليفونا كيما فا يلا زبير نتكلموا على الاعمال تدريجيا اللي راهي تفوت يس هضري يلا حتى نكملوا البرنامج نتكلموا ما بين شخصيك معليش هذه فونارة أنا حر في نفسي لا يلا عجبني اللو كان يدينه باش نكملوا البرنامج يلا من فضلك شخصي برامج أخرى معليش بداي عندنا نساء يلا نتكلموا على دار الفشوش دار الفشوش كذلك اللي راهو يجوز ما نتكلموش على القنوات لكن نعم واش رايكم في هذا العمل من إخراج جعفر قاسم نعم أنا نشوف الجانب الجمالي لأنه الممثل اللي فيه كوديتا دافيش الله يبارك سامي مزيان عثمان بن داود مروان قروابي أسماء مهجان كاين بزاف فيه فنانين ديتا دافيش أنا إلى حد الآن شفت الجانب الجمالي تكنيك ما المخرج جعفر قاسم معروف صح. أنه لوميير ليزاكس لديكور تحفة أما المحتوى ما نقدرش نقول لك عليه كلام ثم ثقيل مع انه متوسط بالنسبه لي متوسط حاجه شابه تشوفيها لكن الضحك مازال ما ضحكناش فيه واحنا تعودنا على اعمال جعفر قاسم انها مفعمه بالضحك ولي سيتوياسيون بالنسبه لي ويبقى مجرد راي صحيتي سالي رمزي واش رايك دار الفشوش بون انا ما نكذبش مازال ما شفتوش كنت شفت لا بوند انونس تاعو تيزر شت كما كانت تحكي سالي سي تكنيكمون كي تشوفيه تشوفي خدمه شغل نقيه خدمه بزاف شابون تكنيكمون هار بزاف واش كانت تحكي زعما على الضحك وكلش صعيبه دوكا باش تتغلب على عمل ناجح كما عاشر عاشر وكما كان واحد من بين ابرز الممثلين في الجزائر الكوميديين صالح وقروت تما دوكا كما يقول لك طاحوا في امتحان صعب صعب بزاف رشيد انا كيما رمزي ما تفرجتش كاش غير لونسمون تاعه بون حاجه اللي نعرفها باللي قاسم باللي بروفيسيونيل اطراف لو فيلم نجمو نحكموا عليه حتى مع لا فان حاجه اللي فيه مليحه ماذا بيا نعرف الله يستوكراسي الجيريان اللي هما راه يحوسوا يجسدوها صحيت شكرا رشيد راه ما قدش مد راي هكا ولا لا لا خلاص زبير والله. لا لا يمد راي مد راي لا لا ينحي تفضل لا تفضل تفضل عجبني اللو غادي يعاودوني لا لا يلا يلا عاودوا لي لا الحجاب قاسم بلا عقلي فيها يلا شاشه غمضوا عينيك دار الفشوش دار الفشوش عطينا رايك انا واحد من الناس انا كزوبي بالحر يعني ممثل ما نقدش يعني نحكم يعني العمل لي كوميديان اللي فيه برو من ناحيه يعني تاع خدمه جعفر يعني كاع العام سي توجور سوكسي كيما قال رمزي ما تقاش تروح من العاشور تروح لكسمو يعني جعفر مادام خدم هذه الفكره تاعو راه باغي يروح غير هو اللي يعرفها صح. مي كعامل يعني كومبلي يعني بال يعني بال عامل يعني بالاجمل يعني بال بالجمع يعني كوتي تكنيك ولا اكتينغ ولا ما شاء الله صح بصح سالي لما نتكلموا على جعفر قاسم وفي كل مره نجبدوا 10 على 10 هذا راح يكون صعب لجعفر قاسم لانه شي صعب لا 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 10 على 10 خلاص نجاح كبير لو سومي ف الان كانه راحين في كل عمل يديروا راحين نحاسبوه على هذاك العمل راح نحاسبوه لانه ولفنا على الاعمال القويه الاعمال المشرفه الاعمال الجميله اللي نتبعوها ونقعدوا نهضروا عليها من ناس مليح سيتي ورواح كل اعمال جعفر قاسم ما شاء الله مستواها مرتفع لدرجه ان خلينا رجعناها اون ريفيرونس ولينا نقارنوا الاعمال تاع المنتجين والمخرجين والممثلين الاخرين باعمال جعفر قاسم نلحقوا للحد لانه الجانب الجمالي كاين لكن جانب الضحك اللي راهو يحوس عليه الجزائري خاصه في رمضان ومن عند جعفر قاسم كمخرج كإنسان يخلط بزاف في السيناريو يدير اتولي ديكريتور ويطلعوا سيناريو كامل مازال ما شفناش الضحك
بصح سالي ما نقدروش نحكموا الان على العمل لانه مازال ما دخلناش مليح. انا خمس يوم ولا هذا هو كاينه حاجه. نعم. يعني ما تنجميش تحكمي باش ما نكونوش قاسيين. ما رانيش قاسيه انا قلت متوسط من ناحيه لا نقول لك على الاداء. شوفي يعني باركور تاع جعفر يعني من البدايه قوي عند صالح يعني ربي يشافيه لنا ربي يشافيه ان شاء الله امين. عندك واحد اخر كصالح ما كاش استاذ جعفر شا غادي يعاود من الزيرو يشير شي تما دوك غادي يعاود يدير لا روشير راه معاه ممثلين ما شاء الله اللي مالفين يخدموا معاه اللي مالفين يديو ادوار اولى في إيه في لا اعمال سمعيني مالفين يديو ادوار اولى اني معاك بصح لو ستيل اسكو يتقبل تما جعفر شا راه يدير يعاود من جديد راه يعاود يدير لا روشير يعاود يطلع باش يعاود يطلع جينيراسيون جديده هذا شويه بنادم يحسن عاونه شو اللي يعطوه فرصه حنا حتى ما كانوش قاسيين على بها ما لازمش نتكلموا على 10 ل 10 باش نفهموا حاجه برك شغل حنا دوكا ما راناش زعما كيما يقول لك ننتقدوا لا باسكو ما عندنا ما راناش اهل الاختصاص باش ننتقدوا عمل ساعدنا عندنا راي ساعدنا راي كمتفرجين راي كمتفرجين اهل الاختصاص لا لا النقطه هذه نعم حنا سالي وزبير راهم في التمثيل لكن حنا راينا كمتفرج عندي الحق نتكلم على كاع واش راني نشوف احنا رانا نستعرفوا بجماليه العمل ما راناش نقولوا ما درت والو ولا نهضروا على بالنسبه كنت تسناي اكثر من هذا العام فوالا خلاص سيتو صح كاين حاجه انيسه ثاني ما احنا تزينين شغل صعيبه باش يحبك واذا حبك زعما في بيرسوناج راح يولي يشوفك هذاك البيرسوناج ما يوليش زعما باغ اكزومبل دوك زوبير لو كان نقولوا مثلا نجح في في ان بيرسوناج ما يقولوش يعيطوا له زبير يقولوا يعيطوا له باسم هذاك البيرسوناج هذاك من بعد الناس حبت البيرسوناج هذاك صعيبه باش يعاود هو يخرج توجور لاكتور الكوميديان يبقى شغل اسك نخرج كي يكون زعما في مرحله نجاح اسك نخرج نبدل هذا البيرسوناج ولا هذا العمل ولا نقعد فيه كاين اللي ياخذوا زعما القرار تاع يقعد في هذاك النجاح من بعد نشوفوا باللي هذاك العمل عاود هبط ولا هذاك كاينه حاجه لو ستيل حنا اللي موالفين ويضحك حاجه وجعفر راح لو ستيل واعر اللي يعتمد على السيتياسيون وعلى لا ريستوكراسي ايه يعني راح لواحد ستيل واحد لاكام طالعه صديق كاين طبقات كاين طبقات ما يقدش يشوف هذا الستيل يشوف شغل يجيه ثقيل كاين طبقات يعني لي فامي يحبوا هذا لو ستيل صديق جعفر طلع النيفو يبان فهمك من الناحيه الجماليه والتقنيه والليماج وكامل فو بزاف يعني وصعب باش تلحق لعنده لانه سان تري 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 بون تكنيسيان صحيح صحيح زاهي شريطي واش يتبع في رمضان هل الفكاهه اكثر ولا دراما ولا ما راكش مع المسلسلات انا نحكي لك ملي بدا رمضان هذا شغل ما عنديش حاجه بزاف تلفزيون شوف لي ماتش بزاف مبرونشي مع لي ماتش صح ايوا شفت عجبتني حاجه تاع تاع كاميرا كاشي تاع الجيجدي حسين هذيك عجبتني يعني هذيك اللي تبعتها هذا ما كان لانه تختلف الاذواق من انسان الى اخر من عائله الى اخرى لكن نتكلموا احنا بكل موضوعيه وما راناش لازم نكونوا اهل الاختصاص باش نتكلموا على امور رانا نتفرجوها في المنزل بين الاسباب اللي خلى 10 ل 10 يحقق النجاح هذاك كان كاين واحد الكوكتيل ستيل تاع ليمور ما كانش زعما كان فيكس ما كانش زعما ستيل اللي راهو شغل باين ليمور شعبي ليمور شعبي وكان متفرع شغل كاين اللي زعما ليمور تاع الشرق يلقى شكون اللي زعما اللي مثلوا تما كل واحد وش يمثلوا التنوع هذاك هو اللي صنع له هذاك النجاح هذا اذا فاصل وسنواصل يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أريدو في الجزء الأخير من البرنامج وكالعادة والعويد نروحوا لجينجل نديروا دورة مع من مع رشيد أوف رشيد وشنو هو الموضوع في سهرة اليوم؟ اليوم أنا غادي نعاود نولي اللونغاج اللي قلت لكم عليه لارغو اللي هو اللونغاج كودي اللي يخلق في أوساط مغلقة واللي نسمعوا العبارات تاعها في الشارع عند لي جون بصح دي فوا هاد العبارات ماشي مفهومين
غادي اليوم خيرت لكم ربعة على عبارات باش تفهموهم. وجو دي من نقول لارغو انا نحكي على لارغو الابوستروف ارغو، باسكو وحدين كي قلت لارغو قالوا لي لارغو سي طويل بالاسبانيه، انا نعرف لارغو ونعرف لارغا بالاسبانيوليه، بصح اللي راني نحكي عليه راني نحكي على لونغاج اللي كاين في الاوساط الشعبيه واللي مبهم. هذا باغي نبينه. بون بريمو كاين واحد الكلمه نقولوها بزاف، مي نقولوا تقول واحد يقول له راك مستيكي، تنقال هذه تك مستيكي ولا غادي نستيكيك، لبالكم باللي مين تقول واحد غادي نستيكيك تعرف شنو قاصد؟ لو كان جيت تعرف الكلمه تاع مستيكي قاصد غادي نشيت لك. باسكو علاش غادي نستيكيك؟ هادي جايه من لو فيرب اون فرونسي، لو فيرب استيكي سي، و استيكي سي فير بريي اون فروتون، ستادير تالمو اللي غادي انا نفروتي غادي نرد لك هكا تشعل، ستادير شيت لك هنايا. هذا تاع نستيكي ولا تقول واحد غادي نستيكيك. الدوزيام مو سي مين يقول لك باللي هادي ينقل من في الادارات من واحد تتهلا فيه تسبقه ويقارع مقابل، راكم عارفين المقصود تاعها، يقول لك اللي قد كمسه، كمسه صافي دير كوا، تكمسه عندها معنيان، الاول داخل في الفيرلون اللي هو الكل، الفيرلون قلت لكم لا دينيير فوا، سي الكلمه مين تنقلب، بون مين تقول راك تكمسه، انت راك قاصد تمعني الناس باش ما يفهموش، راك تقول له مسكه، قلبت الكلمه زعما عطيه، سينو راك تقول له باللي عطيه لا كوميسيون تاعه، تقول له راك تكمسه. لو تروازيام مو هنا غادي نعطيكم مثال باش الشعب المواطنين البساطه يحرزوا روحهم برا مع السراق مع الخيان. كاين واحد الكلمه تنقال مش عارف لا تنقال في الجزائري اون تريكا في الغرب الجزائري تنقال سي كلمه الريط، مين يقول لك باللي هذا يعرف الريط ولا ما كان له تريطه، ما كان له تريطه ولا هذا راه مريط، صافي دير كوا كي تقول الريط هذا اصلا ثاني سي تامو فرونسي سي لو ريت، لو ريت اللي بالترجمه تاعها سي الطقوس ولا لو بروسيدي اللي هادوك لي دو مارفيتور غادي يستعملوه باش غادي يخونوا هذا الانسان. وكي يقول مين يبغوا يخونوه لو كان هو يمرق لهم يعرف شنو يديروا يقول لك يحرز هذا راه مريض، ستادير يعرف لو ريت يعرفه. هنا غادي نمد لكم اكزومبل باش المواطنين يحرزوا رواحهم. دي فوا الخيان دي فوا واحد يكون تمشى في لوطو شنو يديروا هما؟ يقاتوا من واحد يكون وحده سيرتو نسى حاطة الساك ولا البورتابل في السياج اللي حداها، حاطتها هنا حداها، والكارو والتاقة تاع اللوطو تكون مهودة، راهم يقاتوا فيهم والسيركيلاسيون بزاف، سينون الفيروج غادي يحكمهم. في الريطة تاعهم هاد لو بروسيدي باش يخونوه على يقول له دير لها الريط، شنو غادي يدير له؟ هما راهم زوج، اللوطو راهي جاية كيما هكا. واحد منهم غادي يحبس في البلاصة، اللوطو راهي حابسة. لو دوزيام السارق الزاوج شنو يدير؟ يلعبها باللي اللوطو ضرباته ويبدا يفوت لك قدامك تراك تصوب اللوطو يلعبها توشيتها منا يفوت قدامك مع الباربريز ويبدا يزقي انت تخاف تبدا لهم هذا شاب منو ضربتني طاطا ويبدا يتمشى لك انت تلها معاه بس ان كونتر بارتي صاحبها غادي يدخل يده في مع الباب تاع اللوطو ويدي له صوالحه. غادي نقول لكم واحد الكلمه بصح نتمنى الناس ما يزعفونيش باسكو هذه الكلمه محرجه سي كلمه الكافي. بون هذا كافي باش الناس ما تنويش النقص، انا هو اكبر كافي في العالم، ستادير نحكي على روحي. الناس ما عارفينش هذه كلمه كافي كيجي كل واحد وش يقول لك، كاين اللي حسب الكافي بزاف يقول لك زعما سي لو كافي زعما هذا اللي ساكن في لاكاف مسكين ما يعرف والو هيا يكوروه. والناس كاين اللي حاسبينها بارابول للمنطقه اللي يسكن فيها، نو ينجم الكافي يكون من الفيلاج كيما ينجم يكون من مدينه كبيره. ما يهمش باسكو الكافي اوفيسيالمون وتنجموا تروحوا تشارشوا عليها سي تامون فرونسي اللي معني ما يقولوا له كاف. الكاف شكون هو؟ سي الانسان النيه اللي كوروه بالخف سي لا بيرسون كي فاسيل ا دوبي هذا هو الكافي بمعناه الحقيقي. ما تروحوش لهذيك القهوي كل شيء هذه ما منهاش. وباش نزيدكم اضافه تقولوا كافي على الرجال ابا يقولوها تاع النساء راك يعيطوا لها المراه كافيه يعيطوا لها كافيت والكافي يقولوا لو كاف مانيش قاصد لا كاف راني قاصد لو كاف والمراه يقولها كافيت. حرزوا رواحكم السلام عليكم. يعطيك الصحة رشيد راك فاهم زبير لاباس هذا ملاح. لا انا عندي كلمة هنا حنا انتيليجون في وهران مي بصح معاه عفهمتهم الريط كافي معاه فهمتهم
نعرفوا الاصل ديالهم لانه نستعملوا بعض الكلمات بصح المشكل انه ما نعرفوش منين جات. استيكاج نستيكي حنا نقولوا عندك وافر يقول لك غنيستيكيني استيكيك سي لو فيرب استيكي وانا نبغي نعرفهم باش الغاشي كي يسمعوا من برا يعرفوا واش كاين منين جات باسكو كاينين ومتداولين بصح سالي جيبي له كاش نهار كلمه من سوق هراس ويجيب لنا التاريخ ديالها كيما قال لك انا ثاني خوك حرزي المرة الجاية سيرو تولي في واو كي راكي واو واو ايه سمعتك قبيلة كنت تقول لهم نعودوا نسميوها واو سالي غادي نقولوا نعيطوا لها واو واو هي واو تخرج عليك سالي واو يعطيك الصحة رشيد اوه اذا نعاودوا نتكلموا على الالبوم وقتاش قلت لي لي سينجل راك يعني عندي دو سينجل هذو تاع اللي درتهم قبل رمضان تاع هذه تاع اللي درناها النايلي ودرت تاع يا بابا ثاني الاغنيه يا بابا كاين بزاف كملوا بها البرنامج كاين بزاف اللي غنيو على يمات انا ثاني قلت صحيح صحيح جاني موضوع باش نغني على بابا ونحيي البارولي اللي كتبها ولحنها اللي سليماني مدينه البرج ولا اللي دار لها توزيع مينو يعني اغنيه شابه دوزها بريما فوا في لاشان ان يعني تسمعوها حتى هذيك الجورناليست لا تبكي باسكو على اغنيه حساسه بزاف صح هذا انسان عزيز عليا طلب لي هذه الاغنيه انا يدرك انا نمشي مع لي زيسوار تاع الناس صح صح وهما اللي يمشوا الاحساس اللي تماك وين يكون يقول لك هذا الاحساس راه عندي عند هذا عند خويا عند الاخر عند الاخر قال لي عندي راني رايح نحج وعندي بابا عزيز عليا نحبه بزاف دير لي اغنيه على بابا قلت له اغنيه على بابا ما شاء الله هذه هي ونسمعوها ان شاء الله يلا نكملوا مع معاك بالموسيقى لكن الان نكملوا بالكويز الموسيقي بصح نبيع ولا ما نبيعش سيجي مخرج رشيد قالوا لي رشيد جا لا غيجي وحوس الموضوع والله على بالي يلا نبداو سالي جاهزه رمزي واجب رشيد وزبير لانه الضيف ما يقدرش يشارك معكم لانه فنان يلا يمدوا لي المقطع تمدوا لي اسم الفنان ولا اسم الاغنيه يلا المقطع الاول وردة راحت بتونس بي وانت معي واحد صفر يلا المقطع الموالي كرفت وبغداد لا لا دحمان حراشي لا دي يا البحر الغامض نصروا لا لا نصروا بحر الغامض بحر الطوفان لا لا سالي سالي يا البحر الغامض انا قلت نصروا سقى الخبري قبل سالي واحد واحد لا يلا لا غيجي لا غيجي لا غيجي يقولوا لنا شكون بديت انا لا غيجي الفار يا البحر لا غيجي هي اللي تفصل شنو قلت نصر سالي سالي راه يقولوا سالي سالي زوج سالي لا غيجي زبير تقدر لي مور الغنيه قلت نصر انت زبير ركز قال لك كاين قسامه في لاغيجي والله العظيم قسما بالله يلا المقطع المقطع الموالي زبير هذه ديالك ركز حسني حسني قولها قبلك قلت لك خليتها لك امانه خليتها لك امانه خليتها لك امانه لا يا 4-0 حبيت بركه قبل ما نكمل المقطع اللي راهو جاي
لا سكريبت ديالنا في ريال اللي نحب نخدم معاه خلات لا باستي مفتوحه وتغني حسني غني في ريال غنات حسني مليح باستي شكرا في ريال يعطيك الصحه يلا حدك وبرا المقطع الموالي يلا ركزوا يلا سالي الى تدوها ماتش مبي رشيد وردة خلاص فنش ملهاش حرمت احبك شويه كي تكمل نقول لك انا تبي جاوبها يلا نزيدوا وحده نفصلوا بها علاش واش تنفس لي انا خويتك نعطو النقطه للراس انا خويتك واش تنفس انا نوتي من ادوار حنايا رمزي من ادوار رمزي ندير حاجه شابه رمزي اروح منا مع يعرف غايه خليني نجم لي انا رشيد قدوه يتبان حاول تصيب هذا المقطع باش صح انا نفس رشيد باش نجي نربحكم رشيد معليش معليش نجي نربحكم هاي يلا المقطع الموالي استعمرونا بزاف اي بصح لو كان نقول اجابه غلطه النقطه تروح لهذاك الفريق رشيد يلا خزر فيا اخويا توباك لا لا ميلانو 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 بالك او جابها صحيحه رشيد هو جابها صحيحه رشيد بالك زوبير ما تزعف موال لا لا والله ما زعف ماركي سون فار ماركينا لك سون فار والله المشاهده اللي تري تري فورت لا لا والله ما زعفت انا سمحوا لي جماعه مستوى تاعي عالي نهديها الراجلي سبعة ديالي ربي يحفظه لي خاطش يحبها قرار يا نهدي الاغنيه فهمتي الا خليتها تربح شوفي سالي هو ملي بدا يغني هو يبعد في الرسائل سالي خرجتها طيب هاي زوجي يحب الاغنيه ربي يحفظه لي امين يا ربي ربي امين يا ربي ربي يخليه لك ان شاء الله يا ربي الله يحفظك بغيت تقول حاجه اخرى جامي تي اختي تقول العافيه بيناتنا وصلنا لنهايه البرنامج نمدوا لك كلمه اخيره شرفتنا اليوم حتى نكملوا معاك بالموسيقى كلمه اخيره الناس اللي يحبوك ويتبعوك يعطيك الصحة ونحيي ثاني الجمهور نقول لهم صحة رمضانكم كل عام وهم بخير إن شاء الله والحباب اللي يحبونا نحييهم ونشتهنا في الجزائر ولا في الغربة ونقول لهم الجزائر وتوجر معكم وإن شاء الله راجي جديد بعد رمضان لا فامي تاعي نقول لهم كل عام وأنتم بخير وتجوزوا رمضان بصحة ولهنا وليداتي الزوجة تاعي خياتها كاع لا فامي بنتي سلطانة جوايز أنيفرسار تسع سنين وربي يطول في عمرها إن شاء الله وليدي أكرم نحب ونموت عليه لا فامي اختي العزيزه في مسيله خياتي عندي ثلاثه ربي يخليهم لي ان شاء الله يعطيك الصحه هذا مكان وانتم وكاع الاحباب اللي يحبونا نقول لهم نموت عليكم كاع يعطيك الصحه شكرا وهذه تاع سمحوا لي الغنيه هذه تاع بابا نهديها كاع اللي يحبوا باباتهم استحي والله ميت نقول له تهلا في بابا يلا شكرا لك على هذا المقطع اللي راحين نكملوا مع بيه البرنامج سالي بالسلامة بالسلامة تبقوا على خير إن شاء الله نكونوا ضيافة خفافة عليكم وعجبتكم الحصة وأمنوا أمنوا في حاجة واحدة باللي زبير فنان صح ما يعرفش يغني وما يحشمش يلا رمزي كيف أخير يعطيكم الصحة كامل اللي كنتوا هنا بيبليك ليكيب تكنيك يعطيكم الصحة ما زيدتش تنحي نواضر أكبر علاه زيني ينطلق يا رب ويدوبلا هذا مشكله تولي ما تشوف بروبليم نتوما تدوبلا ماشي هو صح رمزي تولي ما تشوف ما تسمع كرسي هبط يعطيكم الصحه ديديكاس لمن ليما
يما باسكو هي خدم هنا على رفقات. ايه هي دوكا باسكو حنايا دوكا الام تاعي هي اللي كما يقولوا هي اللي طيب ودير كلش، واختي راحت في اوروبيا هي تزوجت كما يقولوا. دوكا هو الزواج ولا غالي، وكما يقولوا دوكا باغزوم باش تزوج واش يلزملك طبق، وطبق واش فيه الخبز، والخبز دير لاشان. يلا شكرا لك سي رشيد. تحيه كاع الشعب الجزائري صحيح، وديديكاس اوزونج هيثم وياسين، ربي يعطيك الصحه. شكرا زبير. انا اقول انا اسمح لي زبير، على بالي باللي منا لا تخلص هذا رمضان، يخلص هذا رمضان حيجوني بالورقه تاع لي ديديكاس. روح زبير. انا اقول بيبليك صحه سحورك، بلي قال لي حاضر لا تكنيك لا ريجي كاع كيما راكم كاع نقولكم صحه سحوركم. خد زبير عصايب نقولكم صحه سحوركم، نتلاقوا غدوه ان شاء الله باذن الله كيما العاده كيما اليوم مع انيسه باذن الله ان شاء الله يا ربي. غدوه نقول لهم واش طيب ان شاء الله الكفته تكون كل يوم. مشاهدينا الكرام تبعوا اطباق التوعي. يلا شكرا لك زبير. يلا تفضل سيغ سان. مشاهدينا نتلاقوا بكم غدا نفس التوقيت نفس القناه، قناه وحده، قناه البلا تي في، في امان الله. شكرا.